وتتنقل مشاعر الدعوة كذلك أيها الأحباب في صورة أخرى هي طول الطريق، طول الطريق واستطباق النصر. فقد جعل الله العاقبة للمتقين وكتب النصر لدعاة حقهم رسله وأتباعهم وورثتهم المؤمنين، ولكن هذا النصر لا يتحقق بين عشية وضحاها، ولا تشرك شمس إلا بعد ليل طويل حالك داج من الشدائد والمحن المتعاقبة، تزيغ لهولها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، ويظن الناس بالله الظنون، هنالك يبتلى المؤمنون ويزلزلون زلزالا شديدا، كما صور القرآن العظيم الحالة النفسية للمسلمين في غزوة الأحزاب، وكما أكد القرآن الحقيقة في أكثر موضع وبأكثر من أسلوب، فهو يخاطب المؤمنين فيقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يقولون متى نصر الله؟ استفاء له واستعجابا لمجيئه، فيجيب معه الغوث للمدهوف والفرج للمكروه، ويقول جل شأنه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله أكبر، سبحانك رضينا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ردهم كل الناس وأنهم كذبوا من وعد الله لهم بالنصر والتمكين بعد الابتلاء، حتى إذا وصلوا لهذه الحالة قال: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.